الأهم من شكلك وملامحك مظهرك، والأهم من مظهرك عقلك، والأهم من عقلك سلوكك، والأهم من سلوكك طبعاً أخلاقك، والأهم من كل دول هويتك. أنت مين؟ السؤال بقى النهاردة، يا ترى إيه أول رسالة من دول بتوصل للناس؟ مرحب في شغل عادي. تخيل كده اني اشتريت لك هدية غالية جدا، لكن قبل وقت التقديم حصل لي اي حاجة، انا حسيت كده ان انا مستخسرة ادفع فلوس تاني، خلاص وقفت معايا على ثمن العلبة، فقررت ان انا الف الهدية دي في ورق جرايد او في اي كيسة سمرة زي ما احنا بنسميها، واقول للشخص اللي اشتريت له الهدية دي اتفضل. هتعمل ايه؟ في الغالب يعني ده اللي احنا بنعمله اصلا في تقديم نفسنا للناس، بتبقى صدقني انت كويس، انت جميل زي ما احنا بنقول، وبتحاول وبتجتهد بتشتغل على نفسك كتير، لكن لما تيجي تقدم نفسك للناس عندنا طول الوقت مشكله. هويتك اهم حاجه بتوصل للناس مننا، غالبا بتعتمد على اللفه الاخيره دي، التغليفه في الاخر. ويا سلام بقى لو الصوره او التغليفه دي متهندمه حلوه شكلها لذيذ. انت غالبا بتبقى سهلت على نفسك مهمه انك توصل هويتك. هويتك دي هي الهديه بالمناسبه. انت لو لفيتها لفه وحشه فالناس مش عارفاني، لو لفيتها لفه حلوه الناس هتعرفني على الاقل 10 مرات اسرع من ان انا ما اهتمتش بالحته دي. عشان كده وقبل ما نتكلم خلوني اسالكم سؤال، ايه رايكم في الجمله بتاعه الدنيا مظاهر اللي بنقولها مع عوجه خفيفه كده في البق؟ الدنيا مظاهر، الله، كل دي اراء. انا فرحانه. اتفضلي. انا مع ان الدنيا مظاهر، كتير قوي بنشوف ناس كده وهم داخلين علينا شكلهم حلو ولابسين كويس وبيتكلموا كويس، بس اول ما بنيجي نقرب منهم بنلاقي سلوك وطباع في شخصيتهم مش حلو. فنبدا نبص، لا ده اللي بره غير اللي جوه. حلوه، يعني المظاهر خداعه. ايه جدا. كمان حد عنده راي تاني؟ ممكن توافق وممكن تعترض. يعني انا شايف كلمه المظاهر خداعه طبعا، يعني هي مش قد ان هي خداعه طبعا، احنا ما ينفعش ان احنا نهتم بالمظاهر على قد ما احنا نهتم بالجوهر. يعني مش كل حاجه ان انا باصص للمظهر، لا انا بهتم بالجوهر الشخص اللي قدامي. يعني طبعا المظاهر ممكن تخدعني، بس انا بالنسبه لي مش ببص على حته المظهر. يعني حد عنده راي تاني؟ انا شايفه ان كتير قوي بنقع في، يعني بنقرب من الناس على عشان شايف شكله كويس او شكلها كويس، بعد فتره اللي هو يعني انا كان كل تعلقي كان شكل لكن انا ما اهتمتش بالجوهر. واضح جدا جدا ان احنا في البرنامج اليومين دول قاصدين نهز الثوابت، ودي حاجه خطر جدا. بس احب اقول لكم الخبر الحلو او يمكن يكون الوحش، ان المظاهر مهمه جدا، وان احنا من كتر ما اتقالت لنا المظاهر خداعه، وهي فعلا خداعه. يعني طبعا لو حد مش حلو اساسا، شخصيته مش كويسة لكن مظهره كويس، بيخدعنا لفترة. لكن المشكلة بقى اللي حصلت لما قالوا لنا المظاهر خداعة، حصل لنا حالة كده من عدم الاهتمام بالمظهر، وده لو جيت تقول له ليه بتعمل في نفسك كده، دي بالمناسبة ملهاش دعوة بالغنى والفقر، وملهاش دعوة بالفلوس أو غياب الفلوس خالص. أنا ممكن يكون عندي حاجتين بلبسهم دايما نضاف ودايما مكويين ودايما شكلهم كويس، لكن هي ليها دعوة كده بالحالة العامة باللي حصلت بعدم الاهتمام بالمظهر؟ وتاني لما نقول المظهر مش بنقول خالص انه نبقى على اخر مود، بس فكره انك الهديه، مش كنا بنحكي على الهديه، ما تلفش الهديه اللي هي هويتك. انا مين؟ انا كل يوم الصبح انا بقدم نفسي للعالم، فعشان انا بقى بعد ما انا عملت مجهود كبير في شخصيتي وتعلمت وحاولت وعملت حاجات كتير الفها في كيسه سمرة. غالبا مظهرك هو اول رساله تواصل بينك وبين الناس. الجمل القديمة بقى اللي اتقالت لنا بتاعت إن الدنيا مظاهر أو إنه ناس بتخدعنا بمظاهرنا، وطبعاً هيحط لك مثالين كده يقول لك إن في عظماء كانوا بيلبسوا هدوم رثة ومهلهلة، هنمشي كلنا غاندي؟ لا، في ناس عظيمة طبعاً كانت بتلبس هدوم بسيطة،
بس تسويق النماذج دي بس خطر. طبعا انه في نماذج كثيره جدا من الاجتهاد والاخلاص، لكن في حاجه وقاعده اساسيه في النجاح اسمها الارتداء للنجاح، dress for success. بيقولوا كده انك لو عايز بعد 5 سنين تبقى شخص، دولابك النهارده لازم يبقى شبه الشخص اللي انت عايز تكونه بعد 5 سنين. متخيلين كده؟ يعني انا عايز بعد 5 سنين ابقى مدير مبيعات، فانا هلبس شبه مدير المبيعات النهارده بيلبس ايه؟ معرفش. كل شغلانه ليها طبعا طريقه لبس وطريقه سلوك ومظهر يعني. ففي العادي احنا بنرفض الفكره دي وبنقول مش مهم المظاهر، او بنهتم بالمظاهر بذوقنا. لكن في القواعد العامه للتواصل مع الناس في حاجات معروفه جدا. قبل ما نتكلم في التفاصيل العامه بتاعه ازاي مظهري هو العنوان بتاعي، وقبل طبعا ما نبتدي نقول اصل الظروف الاقتصاديه، اصل الفلوس قليله، فغالبا انا مش هعرف اصرف على مظهري كتير. تاني، اللبس كناجح او ارتدي كالناجحين ملوش علاقه خالص بفلوس اكتر بتدفع، هو توجه. انا شخصيا مش هنسى ابدا واحد من الشباب اللي جه عشان يعمل انترفيو، يا رب ما بقاش بيتفرج على الحلقه دلوقتي، جه يعمل انترفيو عشان يشتغل مراسل. كان لابس تحديدا كده جينز مقطع وخاتم عليه جمجمه واشارب اسود من بتوع الموتوسيكلات، وهو عايز يشتغل مراسل. انا مش قصدي اني اتريق، بس اللبس بيقول انا مين، او انا لازم اكون شبه اللي انا عايزه. ببساطه جدا لو رايح مقابله عمل النهارده، هدومك هتبقى شروطها بحسب كل الناس اللي بتعلمنا ازاي نتقبل ونبقى ناجحين. اولا نظيفه دايما. غالي موضوع النظافه ده؟ مكلف؟ ابدا لا، نظيفه مكويه دايما، ودي حاجه تكلفتها بس شويه مجهود، لكن احنا بنقول اصل معيش فلوس. الوانها محايده وغير مزعجه، ودي حاجه تخص الذوق العام. ليه بنقول او بيقولوا لنا القاعده دي؟ عشان ما انا ممكن اكون انا بحب الاخضر الفوسفوري، لكن اللي انا رايحه اقابله في الشغل هينزعج قوي من شكلي ده. مهم جدا انه وانا رايح بتقدم لشغل يبقى هدومي مش مليانه صور ولوجوهات ولا مقطعه ولا مليانه شراشيب ولا جليتر بتاع البنات، بس مش عشان الحاجات دي وحشه، بس علشان لازم يكون مظهري قدر الامكان في المقابلات الاولى تحديدا محايد. بيقولوا كمان تخيل انه انت بتقدم برضه هويتك، شعرك لازم يكون باين عليه انه نظيف ومغسول ومهندم. بيقولوا ان الصندل المفتوح بتاع البنات جريمه في حق البشريه في مقابلات العمل الرسمي، وانه مكانه بس الخروجه السواريه الحلوه على العشاء. طبعا الشباب اول حاجه البنات بنقول عليها كده لما بنشوف ولد لطيف وامور بنغششوهم بقى، بنبص على ايه؟ بص على الجزمه. معرفش ليه في حاله كده من التقييم بيبتدي من كعب الجزمه كده. الجزمه لازم ما تبقاش مليانه تراب. البنات كمان في واحده من الكوارث اللي بنعملها المانيكير المقشر، والضوافر الطويله جدا بشكل مرعب، والرموش الثقيله جدا، والباروكه الجامده جدا اللي ما تنفعش ابدا في الاماكن الصباحيه للعمل. ليه كل الحاجات والتفاصيل دي انتوا بتخنقونا ليه؟ ليه الحاجات دي كلها اتحطت في تصنيف تقديم نفسي للشغل؟ لانه النجاح حاجه مركبه من مجموعه كبيره من العوامل. المظهر حته منها، لكن بس سوء حظنا ان المظهر هو الحته الاولى. ممكن يساعدك، المظهر بيساعد. القاعده الاهم، البس زي ما انت عايز تكون بكره، مش زي ما انت النهارده. الدراسات بتقول ان 90% ممن احسنوا تقديم نفسهم من خلال المظهر المناسب خدوا فرصه تانيه علشان يقدموا الخطوه التانيه، عقلهم وسلوكهم وهويتهم. خد نفسك شويه يا غالي وارجع نكمل شغل عادي. سنة 2011 في أمريكا، واحد من هواة جمع التحف والأنتيكات من سوق أدوات مستعملة اشترى ساعة ذهبية قديمة كانت على شكل بيضة مرصعة بالجواهر بسعر زهيد جداً، ولأنه معتقد تماماً إنها مش أصلية صاحبنا حطها في البيت على إنها ديكور، لحد ما قرأ مقال في صحيفة تيليجراف البريطانية تحت عنوان
هل هذه البيضة على الرف لديك في المنزل؟ صديقنا الأمريكاني بعدما قرأ المقال اكتشف من الصحيفة إن الساعة الذهبية اللي على شكل بيضة واللي فاكرها مش أصلية طلعت من صنع كارل فابيرجي واللي قدمها للقيصر الروسي ألكسندر الثالث سنة 1887 بمناسبة عيد الفصح، وكانت من بين 54 بيضة ذهبية تانية قدمها للعيلة الحاكمة، لكن تشاء الصدف إنها تقع في إيد صديقنا الأمريكاني، واللي بعد ما عرف قيمتها كلم شركة مملوكة لعدد من تجار التحف والأنتيكات وعرضها عليهم. وفي مزاد علني وبحسب تيليجراف صاحبنا باع الساعة $30 مليون. ساعة فابيرجي البيضاوية المرصعة بالجواهر يمكن جزء من قيمتها فلوس، لكن قيمتها الحقيقية إنها رجعتنا لتاريخ وعرفتنا بأمم وحضارات. زي ما سمعنا كده، في حاجات أحياناً بنحبها ونقتنيها مش بس قيمتها المادية، بتبقى عزيزة علينا، بتبقى حظنا حلو قوي لو كمان طلع ليها قيمة مادية. على كل حال الاقتناء ما هوش عيب، المهم يكون في حدود إمكانياتك. ودي الأسئلة اللي هنسألها لواحد من كبارات مهنة الصاغة في مصر. طلعت السرجاني، واحدة من أعرق أسر المجوهرات في مصر، تاريخها يمتد للقرن 18 الميلادي. التاريخ الممتد ساهم في تأصيل الحرفة وصقل الصنعة، يحترم جدا كلمة جواهرجي ويتعامل مع قطعة المجوهرات كعمل فني خاص لابد أن يحمل من روح صاحبه. أول ما يقوم أي واحد لازم يغسل إيده هنا آخر السنة حلاقي 50 جرام. معقول؟ ما إيده دي فيها بودر، أنت مش شايفوه بعينيك. لا تزال العائلة تسلم أجيالا جديدة المهنة والحب والشغف. نلتقي بزياد طلعت السرجاني وطلعت السرجاني. أستاذ زياد السرجاني، أولاً مبسوطين إن إحنا في المكان الجميل اللي اسمه لوحده تاريخ في صناعة المجوهرات. ميرسي لحضرتك. أنت الجيل الثالث من آل سرجاني ولا أكتر كمان؟ أكتر كمان، ممكن أكتر كمان. أحكي لي تاريخ عائلة السرجاني ممتد في عالم صناعة المجوهرات قد إيه؟ هم عائلة السرجاني يعني من أول عائلات اللي في مصر في صناعة الذهب. وهم كانوا يعني في أواخر القرن ال 18 وهم بقى في تسلسل قرن بعد قرن لحد ما احنا في سنة 2022 لحد ما انتوا استلمتوا يعني. لحد ما احنا استلمنا. بس وفي برضو عائلات تانية كانت موجودة زي عائلة شفيق غالي برضو معروفين في السوق برضو دول من زمان جدا. وحتى الأستاذة عز فهمي كانت كتبت يعني كتبة في كتاب هي عملته كتبته إن من أول عائلات عائلة شفيق غالي وعائلة السرجاني اللي اشتغلوا في صناعة الحلى والمجوهرات المصرية. بالظبط. هي ابتدت طبعا بورش صغير أكيد. ووصلنا لانه في منتج او صناعه براند مصري اسمه السرجاني. بالظبط. احكي لي بقى انتوا لما وصلتك المهنه طبعا كان ايه التغيير عن القديم وايه اللي انت مشغول قوي انه يحصل دلوقتي؟ هم احنا العيله كبيره في اولاد عمام وكده، كل واحد فتح محلات، بس برضو احنا مع بعض يعني في الاول وفي الاخر. بالزبط. يعني بنساعد بعض. انت لفت نظري ان هي مش جد وابن واحفاد بس، لكن كمان اولاد عم. بالظبط، عشان كده الاسم كبير ومنتشر. بالظبط. بس الحمد لله يعني كلنا محافظين وبنحاول نحافظ على الاسم ده. ويعني كله بقى بيحاول يعمل احسن ويقدم الجديد اللي عنده. انا طول عمري بحب بحب. كنت لسه عايز اسالك، ما قاومتش يعني ما حسيتش ان انت عايز اشتغل حاجه ثانيه، عايز ادرس حاجه ثانيه؟ لا انا يعني عجب بحب الفيل ده والجولري والفاشن والكلام ده كله، فانا كان بالنسبه لي كمان اوريدي يعني حاجه موجوده، فليه ما استخدمهاش ان انا يعني اطور فيها. فبعدين قررت اول حاجه ان انا اسافر برا اعمل كورس بتاع اسمه جيمولوجي بتاع الاحجار. الأحجار والألماس. طلعت درست في تايلاند في انستيتيوشن يعني هي نمبر 1 في العالم اسمها GIA. رحت درست هناك برضو عالم تاني خالص. ومناجم ويعني لا اكسبوجر تاني خالص هناك يعني.
عملت الحمد لله عديت على طول يعني من اول اتمت عديت على طول في الامتحان اخذت السيرتيفيكت بتاعتي ورحت راجع خلاص بقى انت واخد الجينات برضو يعني في خبره وزودها بعلم يعني بالظبط كده رجعت على مصر قعدت شويه فكان معايا الفكره ان انا رجعت الاول قلت بفكره ان انا ابيع احجار هنا في مصر لقيت الموضوع صعب شويه ولقيت الناس برضو ثقافه المصريين مش رايحه قوي ناحيه الاحجار بالظبط يعني مصر محدوده شويه في الالماز والالوان اللي هم الروبي والزفير والزمرد اللي هم دول احلى بنسميهم ذا بيج 3 والبيرلز برضو شوية الروبي اللي هو الأخضر صح؟ الروبي الأحمر الأحمر الزفاير الأزرق اللي هو الزفير والزمرد الأميرالد اللي هو الأخضر بالظبط كده أصحابنا جواهرجية نصحوني إن أنت بدل ما تبيع الحجارة بس لوحديها لا حاول تعمل ديزاين تشكيلات بقى وديزاين ديزاين وتحط ده على ده وتبيع فاينل برودكت فانا برضو بصراحه انتهزت الفرصه ورحت طالع على ايطاليا ذاكرت تاني طلعت على ايطاليا عشان ادرس جولري ميكينج وجولري ديزاين تصميم بقى الحلل تصميم بالظبط حلو قوي رحت هناك قعدت سنتين بعمل كورس بقى الكورس هناك بيكفر كل حاجه الديزاين والتصنيع والتركيب ولحد ما الفكره بتطلع من دماغ الواحد بيحطها في سكتشز وعلى الورق وينفذها ان هي تطلع بيس تتلبس وتبقى ريدي تو وير دايما يقولوا كده ان احنا نقعد نقول عملنا التصميم الايطالي وعملناه في مصر عشان يبقى المصنعيه اقل والتفاصيل دي بالزبط. انت بتشوف انه فكره انك تعمل تصميم من الاول بيلقى قبول زي ما التصميمات الكوبي من الحاجات الموجوده عالميا طبعا يعني؟ انا برضو عندي يعني عندي كلاينتال كبير قوي بيجي يقعد معايا ونعمل حاجات كاستمايزد هو بيبقى عنده فكره ممكن تتنفذ ما تتنفذ انا اقدر اساعده اقول له ادخل اقول له لا احنا ممكن ندخل احجار ممكن ما ندخلش فاحنا دي يعني طول عمرنا احنا عندنا الورشه بتاعتنا وانا اتعلمت بره التصميم والكلام ده فدايما الكلاينت او الزبون لما بيجي يشتري ساعات بيبقى عايز مساعده فبنعمل له بقى الكاستمايزيشن ده بروسس كتير قوي بنبتدي برده برسومات ونعمله على الواكس وبعد كده كاستنج لحد ما نسلمه وفي النص بقى طبعا بيبقى فيه بروفات لحد ما بنسلمه في الاخر البيس اللي هو عايزه ايه اكتر حاجه ممتعه بالنسبه لك التعامل مع الناس والعلاقات اليوميه مع ناس بتتغير كل يوم ولا نقعد نصنع ونفن ونعمل حاجات جديده انا بصراحه كله بس اميل للتصنيع اكتر شويه ان انا برضو درست ودخلت فيه ويعني وانا عايز اطلع دايما حاجه جديده فكره جديده الكلام بس اوفرول ده بيكمل ده الذهب لسه طريقه من طرق الاستثمار ولا بالديزاينز الجديده والحاجات الخفيفه ما بقاش كده قوي لا هو يعني في بس هو لونج تيرم انفستمنت عشان الناس برضو استثمار طويل المدى مش هشتري النهارده وابيع السنه الجايه يعني بالظبط يعني او ما حدش يبقى مزنوق في فلوس ويشتري بيها دهب عشان فاكر ان هو كمان شهرين ثلاثة او ست اشهر هيكسب فيهم ده يعني هو الدهب عالميا هو حاجه هيدج فند يعني او سيف هافن يعني الناس بتحفظ ملاذ آمن للناس بالظبط سيف هافن فلو حد عايز ما عندوش مشكله ان هو ينفست من 3 ل 5 سنين يبقى يشتري سبائك وجنايات غير كده بقى حد عايز يشتري يعني مجوهرات او جولري يلبسهم ممكن ممكن يعني في احتماليه ان هو يزيد معاهم اوكي يعني بس يعني اوريدي هو لبس او هي لبست واستعملته ينفع يجي لك حد يسالك يقول لك او بتحصل يعني ان حد يقول لك انا معايا كذا عايز احوشهم فتنصحه اشتري حجاره اشتري ذهب بتاع طبعا بيجي لي كتير وزي ما بقول يعني في الاخر فتره دي اما الذهب قعد يطلع في اخر كام شهر كان الناس بتيجي تشتري سبائك وجناحات هو في ميزه ان هو التسييل بتاعه سهل وفعلا الفتره اللي فاتت مع التضخم مع الكلام ده كله لا يعني لازم يبقى جزء من البورتفوليو بتاع اي حد جزء نسبه ذهب شايلها على جنب بيشيل فيها فلوس لما بتبقى شايل اسم كبير كده زي اسم السرجاني بتبقى عندك مسؤوليه ثقه العميل طبعا في اكتر حاجه انت بتبقى يعني مستاء منها جدا ممارسات مش الطف حاجه بتحصل مع الزبائن وناس تيجي تقول لك انه حصل معايا كذا دايما بنحاول يعني نقول ننبه على الموظفين اللي عندنا ان دايما الزبون على حق ودايما هو يعني
لازم يبقى مبسوط وماشي ساتيسفايد بالكلام ده كله، وبنحاول ان احنا يعني ما نعملش مشاكل مع اي حد خالص. لا بالتاكيد لازم تحافظوا على الميراث العظيم بالزبط. اللي يعني من قرن 18 ربنا اقدر كمان اكمل الحفاظ عليه يعني ان شاء الله. وده سؤالي الاخير فعلا ليك، لانه عايزه انا متخيله ورثت حاجه حلوه انت مبسوط بيها وحبيبها، اتعلمت كمان وثقلتها بالعلم، ايه اللي نفسك تعمله؟ يعني لا نفسي اكبر كمان البيزنس واخرجه بره مصر كمان. يعني ينفع أنا يبقى نفسك تعمل براند يبقى عالمي يعني ان شاء الله. وانا برضو من اكسبيرينس بتاعتي وسفري وبتاع حاسس ان لا ممكن يبقى في اكسبوجر نطلع بره اكسباند. احنا برضو عموما في مصر يعني هيستوريكلي بقى من ايام الفراعنه مشهورين بال يعني احنا يعني احنا كنا زمان ليدنج في الاندستري دي. يعني احنا مش احنا بقى واخدينها مستورد، يعني استوردنا الصناعه دي من بره، ده احنا الفراعنه عندنا هم اللي ابتدوا الفكره نفسها، وكان عندهم حاجات طبعا تحفه يعني بيتحط في المتاحف بره. انا متحمسه نشوف خط كده حلى مصري فرعوني يطلع. لا ان شاء الله ان شاء الله. طبعا استاذه عزه فهمي يعني عامله صراحه شغل عالي جدا يعني ده حقيقي. لا يعني ما شاء الله. وانتوا كمان عاملين شغل عالي. ميرسي. احنا كمان مبسوطين جدا ان احنا اتشرفنا بيك النهارده. ميرسي حضرتك. واحنا كمان والله البرنامج بتاعكم طبعا وعاملين كله يعني. ثانك يو. شكرا ليك. العفو. استاذ طلعت السرجاني، حوارنا مع زياد الجيل الثالث او الرابع فهمنا كده او حكالنا انه التاريخ ممتد لسنين طويله جدا. اه طبعا. بس من زاويه حضرتك بقى استلمت الشغلانه عمرك قد ايه؟ كشغل شغل كان عندي محل بتاعي وانا 25 سنه. 25 سنه. يعني لكن لكن قبل كده طبعا لا يعني في الشغل وبروح المصانع وبروح التجار وافهم واتعامل وكده. في الرحلة الطويلة بقى دي من أول ما استلمنا لحد كمان ما حضرتك بتسلم أجيال تانية، دي حاجة مميزة قوي في عيلة السرجاني. آه طبعا. إيه اللي حضرتك شايف أنه تغير على مدار السنين اللي فاتت في تعامل الناس مع الدهب، في علاقتهم بالدهب؟ يعني طول عمره عند المصريين يقولوا كده زينة وخزينة. آه طبعا. مش كده؟ في حاجة اتغيرت في العلاقة دي؟ طبعا أسعار الدهب اختلفت. الذوق العام اختلف. القدرة الشرائية اختلفت؟ اه طبعا. يعني الاول كان الغوايش دي حاجة رئيسية. دلوقتي ان الغوايش فلوس، ست عايزة فلوس بتعلع غويشها وتبيعها. ايوه كانوا بيدوسوا كتير وتعمل ان مفيش خزنة في البيت او بتاع، فكان ده اساس. لكن دلوقتي بيبقى عايزين الحاجات الناعمة اكتر اللي تتلبس كده. حضرتك قلت لي كلمة حلوة قوي قبل ما نبدأ تسجيل، انه في فرق بين الصايغ والجوهري. اه طبعا فرق كبير. ايه الفرق؟ يعني السايغ سايغ يعني بيشتغل في الذهب بيشتري ويبيع بس خلاص شكرا، لكن ما يقدرش ياخد اوردرات، ما يقدرش ياخد طلب حضرتك عايزه تعمليه يعني باي صوره. بتدي مثلا سنتي في 2 مللي في مللي واتنين في خاتم حجر مقاس كذا في كذا، يعني التخيل اللي انت عايزاه بيتعمل. فمش كل واحد لازم هو يفهم الطلب كويس قوي وفاهم في التكنيك كويس قوي عشان يقدر يقول لك ايه اللي ينفع ايه ما ينفعش ويوصله للمنفذ عشان يطلع بالصوره الاكمل. وعشان كده حضرتك شايف انه الذهب ما ينفعش او مش الطف حاجه انه يبقى خطوط انتاج كده متكرره لا كتير؟ لا خطوط انتاج دي كويسه قوي للعامه. لكن لو حضرتك هتلبسي حاجه مميزه دي غالبا بتتعمل بالطلب. وبيفرق كتير في سعرها ولا لا؟ يعني بتفرق طبعا شويه ان بتعملي وان بيس. يعني الذهب دايما يعني في الكلام عن الاقتصاد دايما تيجي سيره الذهب والكلام عن انه عنصر مهم لتقييم الاقتصاد العمومي. طبعا. هل صناعه الذهب في مصر ممكن تاخد دفعه تدعمها وتخليها تنطلق عالميا مثلا؟ اه طبعا. دي يعني ايه اللي تتمنى حضرتك؟ اتمنى ان احنا نعمل مقارنه بيننا وبين الدول اللي حوالينا ونشوف هم من حيث القوانين عاملين ايه، ومش هنخترع هنعمل نشوف ايه الاحسن ايه ونعمل ايه اللي ممكن يساعد حضرتك من قوانين فيسهل يعني الاستيراد والتصدير والسماح بدخول ذهب وطلوع ذهب. يعني بره في مصانع بتعمل ما بتعملش المنتج كامل
يعني بيعمل البريمة مصنع وبيعمل الحمصة مصنع والسلسلة مصنع، وبتجمع الكلام ده وتعمل الفن بتاعك. كل ما حتى في إيطاليا نفس الكلام، وبعدين في شغل التيه بتعمل نصه مكن والنص التاني يدوي عشان يطلع مختلف. لو كله مكن هيطلع كله ستاندر بالظبط، مش هتبقى فيه الصنعة، مش هتبقى فيه الصنعة يعني فعلي. هتبقى عملية كله زي بعض. لكن لما يبقى عندي التشكيلات وانت تقعدي بقى تجمعي ده وتجمعي ده وتجمعي ده، فكل مرة بتطلعي شكل مختلف. يعني لو عملتي حاجة المرة الجاية هيبقى فيها اختلاف، فيها شكل وفن أكتر، وفن أكتر. إيه الحاجة اللي تسلمها للناس أو للأجيال اللي بتتعلم على إيد حضرتك النهاردة في الصنع في شغلانة الجوهري؟ لازم يحبها، لازم يحسها، لازم يبقى عنده عين يشوف بيها، عشان مش كل واحد بيبص بيشوف. يعني مش كل واحد بيبص بيشوف حاجة. طبعا ان هو ممكن الحاجة مش عدلة، ملوحة عالية واطية. يعني الجوهرجي عشان كلها حاجات دقيقة قوي فبيلقط غير الصايغ. يعني الجوهرجي بيبقى عشان حاجات دقيقة قوي يقدر يلاحظها. فلازم هو يتدرب انه يبص ويشوف ويبقى عنده حاجه يحسها جميله، مش يعني فن. يعني حضرتك بتتكلم عنه اكنك بتشوفي لوحه. ما هي الفكره ان كل طلب مختلف، فكل طلب بيمتعك. انت ما بتشتغليش، انت بتشتغلي عشان تستمتعي. كل الناجحين قالوا لنا كده انهم بيشتغلوا عشان يستمتعوا، مش بس وبننجح يعني في السكه. القصه مش قصه فلوس، يعني القصه انك بتعمل حاجه بتحبها وانت فاهمها وحاسسها وحبيبها. انا بشكرك جدا جدا، وانا واحنا حبينا الوقت اللي قضيناه هنا في المكان الجميل ده. هنقوم ناخد كمان جوله كده ونتفرج على الحاجات الحلوه. شكرا. ولانه مهنه الجواهرجي واحده من المهن اللي فيها تعامل مباشر مع الناس وشياكه ومظاهر حلوه وفلوس كتير بتدفع، لازم يبقى قصادها خدمه حلوه كده ومتدلعه. لكن ده ما يمنعش من شويه كذبات او مبالغات بتتقال للناس. اول واحده انه هيقول لك الحته دي احسن حته بتبيع عندي، او بس سلر. ودي كلمه بعض الجوهرجيه بيقولوها لما يبقى عايز يمشي نوع معين كده، فيقول لك ان دي احسن حاجه بتبيع عندي فتتحمس وتشتري. الكذبه الثانيه هي المصنعيه. المصنعية مش كذبة ولا حاجة، ما هو أكيد الراجل اللي عمل القطعة دي محتاج ياخد فلوس، ده طبيعي، إحنا مرضيين بده مش كده؟ لكن الفكرة بقى إنه دي من أكتر الحاجات اللي سعرها بيختلف من مكان لمكان تاني. لكن في الآخر الجواهرجي لازم يقولك الجملة الشهيرة، أنا عامل معاك واجب ما حصلش قبل كده. الكذبة التالتة هيقولك لو هتبيعه هتكسب أضعاف كمان. وطبعا معظمنا بيشتري الذهب عشان احنا بنسميه كده نوع من انواع التحويش، التحويش اللذيذ اللي شكله حلو. لكن احيانا كتير مفيش حاجه بتتباع بتبقى بتكسب قوي الا حاجات معينه نادره بسبب المصنعيه وتفاصيل تانية كتير، فمش بنكسب قوي في الحاجات البسيطه. هيقول لك ده هياكل منك حته، ما احنا اتفقنا دي صنعه اللسان الحلو. العروسه الحلوه اللي بتبقى واقفه بتختار الشبكه او اي حاجه هتشتريها، الجوهرجي لازم يقول لها الكلام الحلو ده. غالبا كمان العريس بيقول لما بيبقى زهق بعد 5 ساعات لف على الشبكه، صح؟ قمر حلوه يلا اشتريها. هيقول لك مفيش فلوس، ودي جمله غالبا الجوهرجي بيقولها في مناسبتين، لما يكون السوق مضطرب شويه وهو مش عايز يشتري دلوقتي عشان ما يخسرش، او لما تكون رايح تدفع له بفيزا ويقول لك الفيزا مش شغاله. هيقول لك طبعا بعد ما نخلص ونلف الحاجات الحلوه ونحطها في العلبه نيجي ندفع، فيقول ما بيقولكوش خلي عنك، خلي عنك، خلي خلي، دي واحده من كلاسيكيات البيع في مصر. كذبه لذيذه كده احنا متعودين عليها وعارفين انها مش بجد، لكن هي لذيذه بنحب نسمعها وهو كمان بيحب يقولها. خدعه الموضه والكولكشن الجديد. معظم البنات وهما بيشتروا ذهب او فضه او اي حاجه جديده بنروح ورا حاجه شفنا حد مشهور لبسها، فلو حد مشهور لبس الغويشه دي، الغويشه دي بيحصل فيها ايه؟ سعرها بيزيد على طول وبتبقى نادره، وهجيبها لك من عيني. خدعه حلوه بس احنا عارفينها وبنقع فيها. هيقول لك الذهب هيغلى
ودي جملة جميلة بيقولها لك عشان يحسسك إيه الحق اشتري دلوقتي وخد قرار. يعني لو أنت متردد وبتشتري حاجة يقولك دي هتغلى بكرة، لازم يشجعك عشان تاخد قرارك بسرعة. خدعة الفصوص الكتير، المجوهرات هي من الحاجات اللي وزنها طبعاً يتقل فلوس، عشان كده الجوهرجي هيحاول يقنعك إنك تشتري الخاتم الحلو ده بغض النظر عن نص وزنه اللي رايح في الفصوص. الكذبة العشرة، لو سمعت جملة لفشلك دفش أشفور السايق بيقولها لزميله اللي في المحل، اعرف إنه بيقول عليك إيه. حد عارفها دي؟ لفشلك دفش أشفور، هو عايز يقول لصاحبه إن الزبون اللي قاعد قدامك ده معهوش فلوس. السايغ واحدة من المهن اللي عندهم لغة كده بينهم وبين بعض، هتلاقيه بيكلم زميله في المحل بكلام وطلاسم ممكن ما تعرفهاش، لكن ببساطة حاول لو زادت تون الكلام ده وانت قاعد اعرف ان الكلام ده عليك انت الزبون. خد نفسك شوية وارجع نكمل في تحديات مهنة الجوهرجي. في خدعة ظالمة جداً اتخدعنا بيها طول الوقت، إن أي حد بيبيع حاجة غالية ضروري يبقى معاه فلوس كتير قوي ملهاش حساب، أو يكون شخص مرفه ما عندوش تحديات. الحقيقة إنه الجواهرجي زيها زي أي مهنة في الدنيا، مليانة تحديات وتفاصيل ومشاكل، أولها تغير الأسعار. المجوهرات، الذهب، الفضة، وكل حاجة تشبه ده من أكتر الحاجات اللي سعرها مش ثابت، يوم نازل ويوم طالع، وهو مطلوب منه أنه يحافظ على مستوى شغله وعلى رأس ماله عشان يقدر يكمل في المهنة دي. مين بيحب الفصال؟ مين بيفاصل وهو بيشتري حاجات؟ حد في حد خبى؟ يبقى شاطرة، مادام خبتي وشك تبقي شاطرة في الفصال. الفصال واحد من أكتر التحديات اللي الجوهرجي عايش فيها طول النهار. الستات اللي بتحب الفصال بشكل غير منطقي، هو أحيانا ما بيبقاش عنده رد، بس هو مضطر يكمل للآخر، خلاص مش هبصلك تاني. التحدي الثالث طبعا هو الأمان. أي حد فينا لو معاه شوية فلوس أو معاه حتتين حاجة قيمة في البيت بيخبيهم فين؟ في أأمن حتة عنده. خلي بالك إنه الشخص ده رأس ماله كله هو بيحاول يحافظ عليه ويقفل عليه المحل كل يوم وهو مروح. طبعا الحمد لله الأمان موجود، لكن طبعا هو قلقان وحقه يبقى قلقان. التحدي الرابع العمالة. في شغلانة الجواهرجي صعب قوي تلاقي عمالة فاهمة ومدربة وقديمة في المجال ده، لأنه المجال ده بقى فيه ندرة في الخبرات، ومعظم الخبرات اللي انت بتحتاجها تساعدك وتتسند عليها لازم تكون خبرات قديمة وطويلة في المهنة. التحدي الخامس صناعة الذهب. أي جواهرجي بيواجه تحدي مع المصنعين، وفي الغالب الناس بتقبل على الأشكال اللي في الأغلب مستوردة وغالية على الناس، فهو كمان نفسه يحسن من جودة وصناعة وسعر المنتجات المحلية اللي هو بيبيعها. تحدي اسمه ورش بير السلم. زي ما كل حاجة في الدنيا فيها أصلي وفيها تقليد، حتى صناعة الذهب فيها مشاكل كتير جداً بسبب حاجات مغشوشة. بيبقى ذهب فعلاً لكن معاد تصليحه، أشكال مش لطيفة، أنواع معينة تتعمل بشكل مش دقيق، ده بيضر قطاع كبير جداً من المصنعين في الذهب. طبعاً تحدي الوضع الاقتصادي. زمان اللي كان بيشتري ذهب علشان يحوش ممكن النهاردة يكون ما عندوش أصلاً الزيادة اللي يشتري بيها ذهب، أو في الغالب مش قادر اتشال البند ده من عنده. ده تحدي حقيقي على سوق الذهب لازم كمان إحنا نراعيه. تحدي أدوية الصداع النصفي. تخيل يا مؤمن واحد يدخل محله ساعة 10 الصبح لحد 10 بالليل بيتكلم 12 ساعة على مدار اليوم. اسأل أي جوهرجي هيقولك مشكلتي الحقيقية الوحيدة هي الصداع، وتخيل بقى لو الصداع ده كان من غير بيع كمان. التحدي التاسع في مهنة الجواهرجي هو الرقمنة. كل حاجة دلوقتي بتتحول للرقمنة، يعني بتبقى ديجيتال. فتخيل كده إنه التاجر القديم بشكله القديم هو قاعد في محله ومستني الناس تجيله، في دلوقتي أجيال كاملة حتى المجوهرات والفضة والذهب بيشتروها أونلاين. لو ما اتطورش وبقى جزء من السوق الجديد ده هو في الغالب بيبعد كتير. التحدي العاشر الإشاعات. من أكتر الحاجات اللي بتتأثر بالأسعار تطلع وتنزل بسبب إشاعة الذهب.
إشاعة تدخل على سوق الذهب ممكن تخلي الأسعار تزيد في لحظة أو تقل في لحظة. الزيادة والنقصان مش دايماً مكسب، لكن أحياناً بيبقى فيها خسارة. خد نفسك شوية يا غالي وارجع نكمل شغل عالي. ياسر البنداري، خبرة تزيد عن 35 عاماً في الإدارة والتسويق وتطوير الأعمال بمختلف الصناعات، مؤسس وشريك في منصة ديسكو لتحليل بيانات المستهلكين وسلوك العملاء، شريك مؤسس ومستشار استراتيجية التسويق في On The Run، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Update for Integrated Business لتحليل بيانات السوق، مؤسس وشريك في Moms Food، أول علامة تجارية مصرية لتصدير المنتجات الغذائية للخارج. مهندس ياسر، يا مرحب ومنورنا ومبسوطين جدا ان حضرتك معانا النهارده في شغل عالي. سعيد بلقائك يا دين. بقالنا كتير بنرتب اللقاء ده ومبسوطين ومتابعين الاب بالمناسبه يا جماعه اسمه ديسكو. واحنا النهارده بنتكلم عن واحده من الحاجات اللي يعني بتاخد جزء من الميزانيه، المجوهرات والشغلانه والمهنه الجوهرجي. كان عندنا سؤال بقى مش بس عن الانفاق في حاجه رفاهيه وكماليات، لكن كمان عن السلوك الانفاقي بشكل عام. كل ما نتكلم عن صرف الفلوس بيبقى عندنا الهاجس كده بتاع استخدام الفلوس بطريقه خلينا نقول واعيه. ديسكو بيقدم ايه لفكره النفقات واداره النفقات؟ ميرسي ليكي مبدئيا وسعيد ان انا معاكي. خلينا نتكلم في ما يطلق عليه البيزنس موديل بتاع ديسكو. فكرته ايه؟ ديسكو اختصار كلمة بالانجليزي discount and cash back on everything، يعني خصومات وكاش باك. كاش باك اللي ما يعرفش كاش باك يعني شوية فلوس بترجع لك من المصاريف اللي انت بتصرفيها. فديسكو معني في الأساس بمعرفة سلوك المستهلك. يعني ايه سلوك المستهلك؟ بيحب ايه وما بيحبش ايه في مناحي حياته كلها. يعني دينا مثلا بتحب الأكل الهيلثي، بتحب البرجر، ولا بتحب السمك المشوي. لما بتجيب جولري، والحلقة about جولري، بتجيب دايموند ولا بتجيب ذهب أحمر ولا ذهب أصفر؟ مش ده يخوف؟ يعني يخاف على اختراق الخصوصية؟ يعني هل كل المعلومات اللي عندي دي، أنا شخصيا واحدة من الناس بشوف مثلا يعني أنا ما عنديش حاجة أخبيها، ما يعرف الفيسبوك أنا عايز أكل إيه النهاردة، إيه المشكلة يعني؟ يفرق مع إن أنا بحب الجبنة البراميل من الجبنة يعني أنا ما أعرفش ليه الناس بتخاف، بس أقصد الناس بتخاف من الحكاية دي، من أي حاجة حضرتك تقول لي فيها تحليل بيانات. تمام. فأكيد عندكم لوجيك ليها. عندنا لوجيك طبعًا. والليفل أوف الأمان أو السكيورتي بقى كل يوم بيتقدم بشكل كبير. أنا ما ببقاش عارف إن دينا بعينها هي اللي بتحب اللبن خالي الدسم ولا اللبن كامل الدسم. أنت بالنسبة لي كود رقم. فإحنا عندنا الديتا تحت ما يطلق عليه إن الديتا مبهمة ومشفرة. هذه المجموعة من العملاء بيحبوا ده، بيحبوا الكلام ده، والناس دي ساكنة فين؟ حلوة كمان. والناس دول بيحبوا الفضة، والناس دول بيحبوا الدهب مثلا. واحنا متطابقين مع قانون سريه المعلومات المصري بتاع سنه 2020 ومع قانون سريه المعلومات الشخصيه بتاع الاتحاد الاوروبي. وده حلو. يعني انا عندي التطبيق فبعمل ايه عشان استفيد من العروض بقى، الفلوس اللي ترجع لي على المشتريات بتاعتي، بعمل ايه؟ نرجع لفكره البيزنس موديل بتاع ديسكو. ان انا بعرف الكلام ده منين. انا اسمه عجبني يا عم. حلو، هو جميل فرفوش كده يعني. فرفوش، ما هو برنامج فرفوش بقى. الفكرة إن إحنا عن طريق إن أنا بديكي مجموعة من الحوافز اللي على أساسها بشجعك، بقولك إيه يا دينا لما تشتري أي حاجة لو سمحتي اطلبي الريسيت اللي أنت بتشتري بيه الحاجة. وبعد ما تطلبي لو سمحتي يا دينا صوري على الأب من جوه الأب. حلوة. واتيفر شكل الريسيت، يعني إيه؟ إذا كان الريسيت ده بيبر ريسيت لو روحتي سوبر ماركت، أو إيفن ديجيتال ريسيت، يعني انت لو خدتي مثلا طلبتي اي حاجه فاتورة من الشركات اللي بتجيلك من على النت بتطلبي بيها الاكل ده، فبيجيلك بيبر ريسيت. فانت كل اللي بتعمليه في ديسكو انك بتاخدي سكرين شوت من الكلام. احنا بنخش بتكنولوجيا بتاعه الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي ده له افرع كتير. احنا تقريبا مستخدمين معظم الافرع بتاعه الذكاء الاصطناعي.
فبعرف اقرا الريسيت حتى لو ريسيت مكتوب من عند عم احمد البقال فعلا من البراند الكبير بجد؟ اي حاجه. واحنا بفضل من ربنا عندنا مجموعه من الشباب قدرنا نعمل حاجه ما نجحش فيها خبريات الشركات العالميه في مجال التكنولوجيا، الا وهي ان انا اعرف من اي كاميرا موبايل اصور الريسيت ده واعرف اقراه وخصوصا باللغه العربيه. يبقى اول حاجه ان انا بعرف اقرا الكلام بالظبط. تاني حاجه ان انا بفهمه. عايزه كمان اقرب للناس الفكره، يعني معظم التطبيقات او معظم الحاجات الموجوده عباره عن كود بيقابل كود، يعني اللبن هو مكتوب ملك يبقى فيه في القائمه عنده هو اللبن ده موجود كتير. بس واضح انه حضرتك اللي حاليا ده بيحصل انه حضرتك بتخلق قاعده البيانات دي باللغه العربيه، انا فاهمه صح؟ احنا مش بنخلقها بمعنى كلمه بنخلقها، احنا بنعملها حاجه اسمها مابينج، وفي في علم الذكاء الاصطناعي حاجه اسمها NLP نيورال لانجويج بروسيسنج. يعني ايه اللي يقول لي ان محل سوبر ماركت كاتب لبن 1 لتر لبن خالي الدسم ماركت كذا، فده في علم ورا الكلام. بنبتدي نعمل علاقات ما بين المنتجات بينها وبين بعضها عشان اعرف شخصيه الكود ده. يعني حضرتك جبتي لبن خالي الدسم وبعد كده جبتي شوفان وبعد كده جبتي افوكادو من تجار مختلفين، ده يبقى كده هذا الكود، الكود ده هيلثي بيرسون. حلو، لكن المستخدم ازاي يستفيد من كل البيانات دي بطريقه ترجع عليه هو بفايده تسهل حياتي في ايه؟ تمام، انه الاب ده عارف عني كل المعلومات. تمام. تاني انا مش عارف عنك انت كديم، عارف انا عارف سلوكي. ان الكود ده ماشي، فسريه معلومات حضرتك الشخصيه، دينا اللي عندها كام سنه، الفيميل اللي ساكنه في الحته الفلانيه دي، انا لا تعنيني في حاجه. انا تحت بند ما يطلق عليه باللغه الانجليزيه نو يو مور سيرف يو بيتر، كل ما اعرفك اكتر اقدر اخدمك احسن. طب اخدمك ازاي؟ انا النهارده مش عرفت ان انت او الكود ده هيلثي بيرسون وبيحب النوع الفلاني من اللبن خالي الدسم وبيحب النوع الفلاني من الاوتس، فانا هاجي اقول له ايه؟ على فكره يا كود ده انت في المحل الفلاني عامل عرض على اللبن اللي انت بتحبه، فانا عملت لك ايه؟ وفرت لك في فلوسك. حلو قوي. قيسي بقى على كل حاجه، يعني مدين الاكل ده كاكزامبل عرض، هاخد فلوسي مره ثانيه مش كده؟ اول حاجه ان انا بوفر لك في الفلوس تمام. تاني حاجه ان انا عشان انا اشجعك انك تعملي الكلام ده بقول لك ايه من الاسم ذات نفسه، ديسكاونت، ما انا قلت لك على الاوفرات، ان كاش باك اون ايفريثينج، فانا بديكي كاش باك على كل جنيه بتصرفيه. احيانا واحد وهو بيصرف كده، ودي حاجه اكيد فكرتوا فيها، بيجي له حاله كده من الذنب الاجتماعي. تمام. انا بصرف واشتري مثلا اكل قد كده وانا غيري مش قادر يعمل كده، انا مش قادر اوصله، انا بشتري لبس، انا بشتري، بسافر، انا بصرف، فطرق الانفاق دي هل كمان عندكم حلول ان انا وانا بصرف كده اقدر جزء من المصاريف بتاعتي دي تتوظف في حاجه انا برضو بحبها بما انه حللت سلوك المستخدم ده؟ تمام، ده جزء اصيل في فكره الابلكيشن. في حاجتين، اول حاجه انا بقول لك انت صرفتي قد ايه بدايه علشان ما يجيلكيش هذا الاحساس بالذنب. فانا بقول لك انت صرفتي الشهر اللي فات 10 قروش ولا 8 قروش ولا 6 قروش وجالك كاش باك عليهم المبلغ الفلاني، فاحنا عندنا في ديسكو عندك زي حصالك، فانت بقى في حصالتك زي الحصاله بتاعتنا بتاعت زمان اللي كنا نجيب برطمان كده ونقطع الغطا ونحط فيه الفلوس اللي معانا، فانت عندك بقى الحصاله بتاعتك النهارده فيها قد ايه دينا؟ فيها 50 جنيه سي. بقى عندك 50 جنيه، طب ما تيجي بقى يا اما تصرفي ال 50 جنيه دول، واحنا عندنا ميزه انك يكون تقدري تصرفيهم كاش، طب ما تيجي تتبرعي بيهم بقى يا دينا لحاجه كويسه، انت ممكن برضو تحولي نقط البوينتس بتاعتك الفلوس دي من عميل للتاني. يعني فين انت عندك ديسكو وعندك حد انت شايفه ان هو ايه يستحق الكاش باك ده وعنده ديسكو، فتحوليها له في رصيده على طول مباشره. حلو قوي. كفرد. فانت بتحولي لجهه او تقدري تحولي لشخص. الشخص بياخد فلوسه دي ازاي؟ تروحي لاي حد عنده مكنه من مكنات الدفع دي تقولي له انا عندي الكلام ده، لان احنا متفقين مع الشركات دي كلها. فيروح فاتح الدرج كده مديك ال 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه 1000 جنيه واتسوف. او لا وانت قاعده في مكانك نزلها لي في المحفظه الالكترونيه بتاعتي عند اي شركه من شركات المحمول او اي محفظه الكترونيه تبع البنوك برضه.
عندي سؤال، إذا كان تحليل البيانات قد كده مفيد جدا والمعلومات دي طول الوقت إحنا بنقول اللي عنده المعلومة فهو عنده قوة، إلى أي مدى المعلومات دي ممكن تفيد مؤسسات، شركات بحث سلوك مستهلك؟ يعني أقصد المعلومات دي مين المستفيد الأكبر منها؟ ده الهدف من إحنا في الآخر مشروع هادف للربح. فإحنا بنجيب، إحنا حالياً بنطلع الكاش باك ده من عندنا. طب إحنا نجيب الفلوس دي منين؟ أو إحنا إيه اللي هيعود علينا كشركة؟ لازم لازم يبقى فيه قيمة. لازم إحنا فإحنا بنطلع لشركات تحديداً، شركات أبحاث السوق، اتجاهات السوق. فبنطلع ريبورتات، وفي شركات عالمية في هذا المجال بتطلع ريبورتات دورية، يعني يقول لك مثلا استهلاك مصر مثلا من التفاح قد ايه. احنا عندنا ميزة نسبية كبيرة جدا ان احنا بنجيب ما يطلق عليه first party data. انا بجيب الداتا من مصدرها الرئيسي الا هو مين؟ المستهلك. فانا ما بروحش للتاجر اقول له انت بعت كام كيلو تفاح الشهر ده، لا، ده انا عارف مفروض في الماتيوريتي يعني ان التفاح اللي باعه التاجر ده باعه للكود اكس وواي وزي، فانا عارف فعليا وصل فين التفاح. لا ده مش كده كمان، ده انا عارف كام تفاح الاحمر اتباع قد ايه، التفاح الاصفر قد ايه، التفاح الاخضر قد ايه، انا بوصل لمستوى الصنف ذات نفسه. فدي التقارير والابحاث السوق اللي احنا بنعملها دي بتبقى مفيده جدا للشركات والبراندز الاتجاه النهارده رايح لفين في جميع المجالات بقى. فدي الاستفاده الاساسيه بالنسبه لنا، ان احنا بندي دايركشن للشركات دي في حصتها السوقيه. طبعا الوصول لبيانات اكثر دقه يحتاج لتعاون اكثر وعدد مستخدمين اكبر. تمام. عشان كده عايزه اسال حضرتك عن فريقك، يعني فريقك قوامه شباب ومطورين وكمان ناس بتشتغل في الابحاث التسويقيه، احكي لي عن فريق ديسكو. احنا قوام الشركه عندنا النهارده توداي احنا عندنا حوالي 55 ديفلوبر. الموضوع كبير. موضوع كبير احنا بنشتغل فيه ده في ادارات مختلفه بقى، في اداره التحليل، في حاجه اسمها داتا ساينس، لان هو الفكره برضو في موضوع الداتا ده انك ممكن في حاجه اسمها ديسكريبتيف اناليتكس وبريدكتيف اناليتكس. يعني ايه ديسكريبتيف ده؟ ان انا عرفت ان الكود مش هقول دينا ده بيحب الانواع دي. فده اللي حاصل في الماضي. في بقى علم اسمه الداتا ساينس، تمام، ده يقول بقى من تكرار الحدث ده غالبا الكود ده هيشتري لبن خالي الدسم يوم الجمعة الساعة 6 الظهر ولا العصر من المنطقة الفلانية. فبتبتدي بقى ايه تعملي بريدكشن. ده البريدكشن ان السوق مثلا هيروح في الفترة اللي جاية للحاجات اللو كارب مثلا، تمام. فده اللي احنا بنعمله. فاحنا عندنا بقى ادارات مختلفه في الشركه، ناس بيشتغلوا في حاجه اسمها الباك اند والفرونت اند والديتا اناليتكس والالجوريزمز المختلفه دي بشكل كبير في المشاريع اللي احنا بنحكي لحضرتك عليها. انا بشكرك حقيقي يا باشمهندس ياسر على انك شرحت لنا وخدتنا في رحله كده جميله مع سلوكيات المستهلكين، واعتقد ان هي بس محتاجه مننا شويه تعاون في اننا التكنولوجيا تبقى صديقه، يعني ما نبقاش مخضوضين قوي من كل تعامل مع حاجه فيها تكنولوجيا. يعني لا، التكنولوجي وسيله تخلي حياتنا اسهل وليست اصعب. انا اكتر حاجه عجبتني ان هو هيقول لي صرفتي كام. تمام. انا اشتريت. تمام، يلا بينا. ميرسي جدا يا باشمهندس، بشكرك لانه حقيقي واحد الناس اللي بتعمل شغل عالي. شكرا. هنفضل دايما ندور وراء كل الناس اللي بتعمل في كل المجالات شغل عالي.